تم تغيير قانون كرة القانون التحكيم في كرة القدم. تم تغيير قانون التحكيم في كرة القدم في مباراة الزمالك وسموحة. لاعب نادي الزمالك شد لاعب نادي سموحة، ولكن الكابتن محمود البنا اللي انا شخصيا واحد من الناس اللي بثق فيه بشكل كبير جدا، ولكن ما اعرفش ايه اللي حصل النهارده، كابتن محمود قال او كان من الواضح من كلامه انه الكره مش ركله جزاء. انا هنا ما بتكلمش على الزمالك وما بتكلمش على سموحة، انا بتكلم عن التحكيم المصري. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كله غلط، لم يتم تغيير اي قانون تحكيم ولا شيء، ولكن ده اللي انا افتكرته، لانه كابتن محمود البنا واحد من اهم وافضل الحكام اللي موجودين في مصر. ايه اللي حصل لك يا كابتن بنا؟ هل تم تغيير القانون من وجهة نظرك؟ واحد بيشد لعيب بيشد لعيب، انا للاسف طبعا ما اقدرش اجيبها لانه مش عندي، ولكن واحد لعيب بيشد لعيب بغض النظر عن الوان الفنلات وبغض النظر عن اسم النادي، لعيب بيشد لعيب، بتحتسب ضرب الجزاء من واحنا عيال صغيرين، مش من واحنا عيال صغيرين، منذ ان تم انشاء كرة القدم او منذ ان تم وضع قانون للتحكيم في كرة القدم الموضوع واضح للجميع، الشد خارج منطقة الجزاء هو ضربة حرة غير مباشرة او ضربة حرة غير أو مباشرة، الشد داخل منطقة الجزاء هو ركلة جزاء. فهل دي معناها ان هناك شد خفيف؟ ابعد الالوان عن عينيك، ما تبصش ان ده زمالك وده اسماعيلي عشان ما حدش ياخدها اهلي وزمالك. ولكن يا جماعه هو في كده في الدنيا؟ واحنا هنفضل كده لغايه امتى؟ كل مباراه نطلع نتكلم عن التحكيم، وكل مباراه نطلع نتكلم عن هتقول لي اصل الاهلي مش طرف، ما هو الاهلي هيجي يوم من الايام ويبقى طرف. يا جماعه من فضل حضراتكم ما حدش يحطني في اهلي وزمالك. أنا هنا بتكلم عن التحكيم المصري الذي له دور كبير في إنجاح الدوري والكاس وإنجاح كل البطولات المصرية وأيضا الأفريقية. هل هذا الأمر الكل يعلم مدى حبي واحترامي وتقديري لكابتن من البنا، ولكن يا كابتن بنا دي فضيحة اللي احنا شايفينه ده، فضيحة. والحمد لله يعني انا هنا لما بتكلم سموحه كسب الزمالك بالمناسبه والزمالك خسر الثلاث نقط، عشان ما حدش برضه كل شويه هقول هذه الكلمه، ما حدش يقول لي اهلي وزمالك. ولكن يا جماعه مش كده، ما فيش كده في الدنيا، والله العظيم ما في كده في الدنيا. كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي وخبيرنا الدولي، كابتن ناصر سؤال مباشر، هل تم تغيير قانون التحكيم في كره القدم بان هناك تصبح شده خفيفه وشده ثقيله؟ شدة تحتسب ضرب جزاء وشدة لا تحتسب ضرب جزاء؟ الشد في القانون يا كابتن اسلام، تحياتي الاول ليك لحضرتك. الشد في القانون هو شد واضح، احتساب مخالفه ركله حره مباشره على اللاعب اللي هو شد. مفيش حاجه في القانون تعدلت، ولكن الحاله اللي قدامنا احنا بنتكلم حسام حسن لاعب سموحه ظلم مرتين يا كابتن اسلام، في قرار في لعبه واحده. هذا اللاعب ظلم مرتين، ظلم لما تم اشهار ليه البطاقه الحمراء صح بالتحايل صح، وظلم لما اتحسبش ليه ركله جزاء صحيحه مليون في الميه، ما حدش يختلف عليها. وده اللي بنقوله للحكام دايما يا كابتن اسلام، لو ما حسبتش المخالفه قبل ما حضرتك تكمل يا كابتن ناصر معلش. نعم مره ثانيه سؤال واضح وصريح، هل تم تغيير قانون التحكيم في كره القدم في مباراه الزمالك وسموحه؟ أو لمباراة الزمالك وسموحة؟ أو لهذه اللعبة بعيداً عن الألوان وبعيداً عن أسماء الأندية؟ أولاً يعني الإجابة ولا لا؟ لا الإجابة لا، الإجابة لا، ولكن كابتن إسلام إحنا هنا في قناة الأهلي، في قناة الأهلي. نعم. دايماً بنحلل الصورة يا كابتن إسلام، بنحلل الصورة، بصرف النظر هي لمين أو ضد مين، إحنا مالناش علاقة بالكلام ده. أنا سمعت حضرتك الصورة التحكيمية. سمعت حضرتك الصورة اللي قدامنا. سمعت حضرتك المباراة اللي فاتت يا كابتن ناصر وأنت بتتكلم عن ركلة الجزاء اللي تم احتسابها على رامي ربيعة. وأنا الحقيقة لقيت إن أنت واحد من أكثر الناس بتحاول تشرح للناس يعني إيه تحكيم، بعيدًا عن وجودك في قناة الأهلي أو غيرها. فأنت قلت لهم إيه؟ قلت لهم يا جماعة الكرة دي لو لمس، لو رامي لمس اللاعب في المباراة تحتسب ضربة جزاء، لو لم يلمسه فهي ليست ركلة جزاء. بالظبط. يعني حضرتك شرحت اللعبة.
وقلت رايك في اللعبه، لانه وحضرتك داخل قناه الاهلي بالمناسبه. كابتن اسلام، احنا عندنا هنا المصداقيه لقناه الاهلي. صحيح. انا بقول الكلام ده ومش مجامله، هذه القناه المحترمه اللي كل واحد ليه راي بيقوله فيها بكل صراحه. الحمد لله. محدش بيملي رايه على حد. قناه محترمه اللي لو في اخطاء احنا بنطلع بنقولها، عشان كده بنقول يا كابتن اسلام. النهارده في صوره واضحه جدا. اولا تم احتساب ركله جزاء غير صحيحه على لاعب سموحه، ده اللعبه الاولانيه اللي تم احتساب فيها ركله جزاء، والمدافع نجح تماما في لعب الكره. المدافع نجح في لعب الكره والبنا حسب ركله جزاء لصالح نادي الزمالك. ماشي خلاص. النهارده محمد السبحه كان على الفار، استدعى الحكم وجاب له احلى لقطه او افضل لقطه عنده، وقال له ان اللاعب المدافع نجح في لعب الكره، وبالتالي هو رجع لغى ركله الجزاء. نعم. انا من هنا بقول للبنا، هو البنا طبعا حكم كويس، بقول له البنا خلاص هو مخالفه انت حسبتها، ما تتاثرش بيها، شيلها من دماغك خلاص، والفار صحح لك الخطا في اللعبه الاولى. اللعبه الثانيه انت مش هتشوف الشاب ده لسبب يا كابتن اسلام، في حاجه مهمه قوي. الشاب ده في نص الفانيلا، يعني الشاب ده لاعب الزمالك هي في نص فانيلا حسام حسن. انا لو انا حكم جاي عمودي مش هشوف الشاب دي. اوكي. ايضا الفار هنا تدخل بالقرار، وكان قراره سليم باستدعاء الحكم، خلاص هو جابك وجاب لك افضل زاويه والشد موجود، خلاص مفيش مشكله. انا حسيت ان الكابتن، وقول لي حضرتك، انا حسيت ده مجرد احساس، يعني احساس لعيب كنت في ملعب قبل كده وسامع او شفت. انا حسيت انه كابتن البنا متنرفز شويه من لعيبه سموحه او اللعيبه اللي لابسه ازرق، بلاش اسماء الانديه عشان محدش برضو ياخدنا في سكه اهلي وزمالك، ولكن انا حسيت ان هو يعني متضايق من كابتن حسام حسن، من حسام حسن لاعب نادي سموحه، يعني متضايق، ما اعرفش، انا حسيتها كده يا كابتن وهو في الملعب. طيب انا هقول لك حاجه، انا اسف يا كابتن، انا اسف، انا اسف، اقول حاجه بس، اقول حاجه بس، احييك ربنا يخليك، اقول حاجه بس، انا بحب كابتن البنا جدا جدا، انا ما اعرفوش بشكل شخصي، ولكن انا بحب كابتن البنا جدا جدا جدا، وقلت الكلام ده 100 مره قبل كده وهقوله 100 مره بعد كده، وانا متاكد ان كابتن البنا النهارده ما كانش موفق بكل الطرق، كل الطرق، ده وجهه نظري طبعا، لو الكابتن ناصر بيختلف معايا هو حر. لا طبعا انا بتفق معاك يا كابتن اسلام، والبنا يعني مش هننسى البنا، هو البنا قبل كده عمل ماتشات حلوه وماتشات جميله واشدنا بيه هنا في قناه الاهلي يا كابتن اسلام. حقيقي انا هفكرك بحاجه مهمه يا كابتن البنا، اللي عدلنا الاهلي والاتحاد لو تفتكر المباراه اللي هي 3-0 اللي حكم فيها ركلتين جزاء على النادي الاهلي. حقيقي. حكم فيها ركلتين جزاء على النادي الاهلي، طلعنا قلنا ان ركلتين جزاء صحاح وان اداء البنا في هذه المباراه كان اداء كويس. حقيقي. هل معنى كده يا كابتن احنا ضد البنا؟ لا لا طبعا. اللي انا عاوز اقوله ايه؟ يا بنا احنا لما بنشيد في قناه الاهلي او في اي قناه هو حقك، هو حقك، لما نطلع النهارده نقول ان النهارده ما كنتش موفق ده مش بننتقدك اكتر، بنقول ان في اخطاء تحكيميه النهارده اثرت في نتيجه المباراه. السؤال لو كان النهارده سموحه تعادل او اتغلب كانت هتبقى المشكله مشكله كبيره جدا يا كابتن. هرجع بقى لحاجه مهمه جدا، مشكله لسموحه، ولكن انا هنا بتكلم عن التحكيم المصري الذي وصل الى قبل نهاية أفريقيا، والعالم كله أو القارة الأفريقية بالكامل أشادت بالتحكيم المصري وبما فيهم حضرتك، وعملت هنا وكنت كل يوم بتكلمي تقول لي يا كابتن إسلام لازم نطلع نشيد بالتحكيم، وكنا بنشيد بالتحكيم لأنهم كانوا يستحقوا، فإن احنا نشوف الشكل بهذا المستوى في مباريات كثيرة جدا، أعتقد أن ده بالنسبة لي بيمثل علامة استفهام كبيرة جدا. هرجع كده يا كابتن اسلام، بس انت قلت حاجة جميلة جدا من شوية. نعم. جدا جدا أكثر من مرة مثلا من وجهة نظره إن حسام حسن يدعي الإصابة أو يدعي التمثيل. خلي بالك دي أنت كحكم مالكش علاقة بيها، أنت ليك علاقة لو في مخالفة اديها له، لو في مخالفة اديها له بصرف النظر، ما تحطش في دماغك خلفيه عن ان اللاعب ده بيمثل او كده. طب النهارده هو مش بيمثل، هو فعلا النهارده دي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب، الشد واضح جدا جدا جدا، هذه المخالفه اللي النهارده محمد الصباح النهارده جاب لك افضل زاويه. احنا قلنا عندنا صوره، احنا بنحلل صوره تحكيميه، صوره موجوده كابتن اسلام عندك واضحه جدا، حسام عبد المجيد بيشد، وهنا الشد زي ما قلت الشد خفيف او ثقيل، هو الشد موجود وبالتالي المخالفه موجوده ركله جزاء لم تحتسب. تاني بنقول ان حسام حكم ظلم مرتين، مره ببطاقه حمراء غير مستحقه نتيجه التحايل، ومره ثانيه
لم تحتسب مهارات الجزاء صحيحة في هذه المباراة. إذا من وجهة نظر حضرتك أن النهاردة كابتن البنا لم يكن موفقا في هذه المباراة، بعيدا عن أسماء الأندية الأبيض والأزرق، ولكن في النهاية هي ركلة جزاء صحيحة تحتسب للفريق الأزرق، ولكن على الجانب الآخر هو لم يحتسبها ركلة جزاء واضحة، وأيضا تم طرد لاعب للفريق الأزرق، صح كده؟ بالضبط كابتن إسلام، بالضبط. طيب بالضبط. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. والحقيقة أنا دائما ما بستعين بكابتن ناصر في كل الأمور التحكيمية، لأنه كابتن ناصر رجل واضح ورجل صريح، بيطلع يتكلم ملوش علاقة مين بيعمل إيه، هو بيشوف صورة وبيحللها وبيعملها، ما عندوش علاقة أنا في قناة الكذا ولا لا لا لا، هو بيطلع يقول اللي هو شايفه من وجهة نظره، وبالتالي لم يتم تغيير قانون التحكيم في العالم، ولكن كابتن محمود البنا أخطأ خطأ كبيرا في هذه المباراة. المباراة انتهت بفوز نادي سموحة على نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ولكن نبعد كل ده ونبعد أسماء الأندية ونبعد الألوان ونبعد كل حاجة، يا جماعة هل سنظل بهذا الشكل التحكيمي حتى نهاية الدوري لكل الأندية بقى لل 18 نادي؟ هل سنظل بهذا الشكل التحكيمي بالنسبة للنادي الأهلي هنا اللي أنا يخصني؟ أنا بكسب وعند الحكام اللي بيلعبوا لي المباريات أخطاء كبيرة جدا وكثيرة جدا، وبنحاول نزق من هنا ونلصب من هنا ونعمل من هنا عشان الدنيا تمشي، ولكن في النهاية عندما أرى خطأ كبيرا بهذا الشكل المفروض أن أنا أعمل إيه؟ أسكت؟ هل من المفترض أن أنا لما أشوف شكل زي ده وأشوف حكم كبير زي كابتن البنا، واحد من أفضل ثلاث حكام في مصر، أن يظهر بهذا المستوى، فهل ده طبيعي أن أسكت؟ المفروض أن أنا ما أتكلمش ولا أعمل إيه؟ أنا حبيت أجيب لحضراتكم هذه الرسالة أو هذا الأمر علشان تبقوا حضراتكم شايفين ماذا يحدث. هتقول لي لا لا مفيش، أنا دايما بقول هذه الكلمة، واللي عايز يقول حاجة يقولها، واللي مش عايز يقولها ما يقولهاش، أنا مش فارق معايا، لأن أنا بقول كلمة الحق دائما، ما تفرقش معايا حاجات كتير. هذا الرجل من الناس المحترمة، هو أخطأ بشكل كبير جدا جدا في هذه المباراة، جانبه يعني لم يكن موفقا في هذه المباراة. عشان كده أنا دايما بقول خلي بالنا يا جماعة، التحكيم له دور كبير جدا 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 خلال الفترة القادمة في كل مباريات الدوري العام المصري والكاس وكاس مصر. نتمنى التوفيق للحكام، ونتمنى من بريرا اللي طالع هنا وطالع هنا وطالع هنا وعمال يقول افضل واحسن واعمى وكذا وكذا وكذا، يا مستر بريرا من فضلك ركز مع الحكام شويه. من فضلك يجب ان يكون هناك محاضرات يوميه، محاضرات شبه اسبوعيه، ما اعرفش، انا ما اعرفش مش شغلتي، ولكن اتمنى ان يحدث ده خلال الفتره القادمه. انا حبيت بس ان انا ابدا بالموضوع المهم ده جدا جدا جدا، لان الامور اللي جايه أو الفترة اللي جاية فترة صعبة النادي الأهلي ولكل الأندية الدوري العام المصري.